حوت وحياه الكل، مشاهدي صدى البلد في كل مكان وبرنامج الماتش. سعيدنا يكون معنا مجموعه من الجماهير المصريه بعد انتهاء مباراه منتخب المغرب مع منتخب فرنسا، ورغم يعني خساره منتخب المغرب بهدفين مقابل لا شيء منتخب فرنسا، سعيدنا يكون معنا مجموعه من الجماهير المصريه. تحب تقول ايه بعد المباراه النهارده؟ والله المغرب ادت اداء كويس جدا، شرفت العرب كله، اول فرقه توصل لدور الاربعه من افريقيا والدول العربيه كلها، ادوا اداء تكتيكي كويس جدا. ممكن الماتشات اللي فاتت ان هي ادت اقصى ما عندها، اثر عليها بدنيا شويه، لكن هم بعد حتى ما جه فيهم الهدف استحوذوا، ضيعوا اهداف كتير النهارده برضو بصراحه، هم لعبوا كره هجوميه جامده جدا، ورغم اللي جه فيهم جون في اول الماتش ما حصلش دروب في الفريق ولا وقعوا نفسيا ولا حاجه، معنى كده ان هم كانوا محضرين كويس للماتش ولعبوا كره هجوميه جميله جدا، والاجوان اللي جت فيهم يعتبر سوء حظ وتوفيق، وكانوا ضيعوا كور وفرص كتير جدا، كان ممكن يعني يجيبوا جون واتنين، بس اللي عملوه دوت شرف للعرب طبعا وشرف لافريقيا، وان شاء الله ياخدوا المركز الثالث ان شاء الله. بصراحه شرف مصر كلها وشرف العرب كلهم، واداء مشرف جدا، ولاعيبه رجاله وسوء حظ وعدم توفيق وفي اصابات، بس شرفوا العرب كلهم بسم الله ما شاء الله. يعني احنا يعتبر ما خسرناش، يعني منتخب رجاله 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 بسم الله ما شاء الله. يعني قول لي، يعني شايفك سعيد بعد المباراه، بتقول لي لا ده انجاز كبير للمنتخب المغربي، عايز تقول ايه بعد المباراه؟ انجاز كويس ونتمنى تكون مصر باذن الله، انجاز كويس ونتمنى تكون مصر باذن الله في كاس العالم 2026 تكون حاضره وتادي نفس المغرب، وفي الاول وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل، ونتمنى ان هم يركزوا في الماتش الجاي ويحققوا المركز الثالث افضل. تابعت المباراه النهارده، شفت المنتخب المغربي النهارده، ايه رايك الاداء؟ هو اداء مشرف الحمد لله، يعني مش معنى لازم ان هم تهزموا يعني ان ادائهم يكون وحش ولا حاجه، بس ان شاء الله يعني كاس العالم الجاي يكون هو احسن من كده، ويخش ان شاء الله مصر كمان تبقى في كاس العالم، وان شاء الله يعملوا اداء مشرف عن كده ان شاء الله. يعني زميل عزيز هاني حتحوت، يمكن دي اراء وردود افعال الجماهير المصريه اللي سعيده باداء المنتخب المغربي رغم هزيمته النهارده من منتخب فرنسا، وطبعا يعني اداء مشرف المنتخب المغربي النهارده، يمكن دي كانت كل ردود افعال الجماهير المصريه هنا بعد انتهاء مباراه منتخب المغرب ومنتخب فرنسا. عوده للاستوديو من جديد والزميل العزيز هاني حتحوت. شكرا محمد شريف، وشكرا لاصدقائنا.